الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري قال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة. متفق عليه.